السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة أيوب بلوك تي اش. اليوم الجديد، اليوم الجديد يوم اكتشفنا واحد بلاصة في أوريكا. صراحة هاد البلاصة زوينة بزاف بزاف، وكتخلي بنادم يجي لهاد البلاصة ويتمتع في الطبيعة، يتمتع مع الكنزة، مع الأحباب، مع الأصدقاء. وخا الطريق طويلة ما بين مراكش وأوريكا، صراحة واحد يدوز الوقت ديالو ممتع، وكتشوف هاد المناظر جميلة جدا مع الأجبال وطبيعة. صراحة كتعطي واحد نظرة أخرى عن مناطق جبلية ومناطق أخرى. وصراحة هاد الفيديو جميل جدا للغاية، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو. صراحة الواحد مزيان يوري الثقافة المغربية، ومزيان الواحد يشوف الثقافة المغربية. وشكرا جزيلا لكم، معكم أيوب بلوك تي اش، وإن شاء الله نديركم فيديوهات صراحة ممتازة جدا، ونتمنى يعجبكم الفيديو. ما تنساوش ديروا زر لايك وسبسكرايب وابوني وفعلوا جرس. وشكرا لكم جزيلا جزيلا الشكر.